أهلا بكم. انتخابات برلمانية مبكرة وبرلمان جديد يبدو حلا أبعد ما يكون عن إقناع الغالبية العظمى من الشعب العراقي بجدوى هذه الانتخابات التي حدد الكاظمي موعد إجرائها في شهر حزيران من العام 2021 في محاولة محكوم بفشلها لإنقاذ النظام وتحسين مظهره الخارجي بعد أن تحول إسقاطه إلى هدف استراتيجي لثوار تشرين ومن ورائهم طبعا الغالبية العظمى والساحقة من الشعب العراقي. وعليه فإن إجراء هذه الانتخابات في نفس أجواء الانتخابات السابقة ومشاركة القوى السياسية نفسها سينتج برلمانا وحكومة مماثلة للبرلمانات السابقة التي قادت إلى انهيار الدولة العراقية وسيطرة الميليشيات الطائفية عليها. الانتخابات البرلمانية المبكرة وفرصتها في إنقاذ العملية السياسية وقواها وميليشياتها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ستقنع نتائج الانتخابات المبكرة في العام 2021 الشعب العراقي بجدوى بقاء نظام المحاصصة الطائفية الذي تطالب ثورة تشرين بإسقاطه؟ وهل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة هو السبيل الجدي والحقيقي لإخراج العراقي من مأزقه الكبير، أم هو محاولة لإنقاذ العملية السياسية وقواها ليس إلا؟ وهل ستقتصر نتائج خطوة الانتخابات أو إجراء الانتخابات المبكرة على تحسين مظهر النظام الخارجي وضخ دماء جديدة في شرايينه المتصلبة والمتكلسة؟ أم ستحدث تغييرات جوهرية في بنيته المتهالكة؟ وماذا لو أجريت الانتخابات المبكرة في نفس الأجواء التي أجريت فيها كل الانتخابات البرلمانية السابقة ومشاركة نفس القوى السياسية في ظل سطوة الميليشيات المسلحة؟ ولماذا كل هذا التشاؤم والسوداوية حيال نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة واليقين بعجزها عن إحداث أي تغيير في واقع العراق الحالي؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، حامد الصراف. عندما تفقد الأرض خصوبتها لا يفيدها المطر، وكذلك عندما تفقد الساحة السياسية الأرضية الديمقراطية فلا تجدي الانتخابات ولا تنفع. العراق الفاقد لأي شرط ديمقراطي، المسلوب لأي إرادة وطنية، يبدل الوجوه ويغير الأشكال، لكن لا تتبدل عقلية الحكم وطريقته التي أوصلت البلاد إلى الهاوية. وكلما جاء رئيس حكومة يحاول التفنن بإجراء شكلي جديد ليوهم بتغيير يبقى في عالم الخيال والوهم. إنني أعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021. رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي يعلن عن انتخابات مبكرة في شهر حزيران عام 2021 دون أن توفر أدنى شروط إنجاح هذه الانتخابات، بدءا بحمايتها من التزوير وانتهاءا بوضع آلية تستطيع الإطاحة بالتركيبة الحزبية الفاسدة. يقول موقع المونيتور الأمريكي إن حكومة الكاظمي التزمت بتحديد موعد للانتخابات بدون ضمانات حقيقية حول نزاهتها وشفافيتها وتوفير الدعم المالي الذي يكلف 300 مليون دولار، وبينت أن قانون الانتخابات أكبر مشكلة في ظل حرص الأحزاب السياسية على وضع بنود تحفظ مكاسبها ونفوذها السياسي في الدورة المقبلة. وكالة بلومبرغ الأمريكية تذهب أبعد من ذلك وتؤكد أن الانتخابات لن تنقذ الكاظمي ولن تمنحه التفويض الذي يريده في ظل الأزمات المتراكمة التي تعيشها البلاد. الأهم من ذلك كله هو الرأي الشعبي الذي يعد الفيصل في تحديد شرعية أي حكومة أو منظومة حاكمة، فإذا كانت نسبة المشاركين في انتخابات عام 2018 لم تتجاوز 20%، فكم ستكون هذه النسبة في الانتخابات المقبلة في ظل تفاقم الأزمات وارتفاع مستوى الغضب الشعبي على العملية السياسية برمتها؟ الشعب العراقي قام بثورته من أجل بناء نظام وطني يكنس الفساد من القاعدة السياسية، وليس من أجل أن يضع أوراق الانتخاب
في صناديق صنعها الفاسدون واحتكروها لأحزابهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في فرصة الانتخابات المبكرة القادمة التي حدد موعدها طبعا الكاظمي في شهر حزيران القادم من العام 2021 في إنقاذ العملية السياسية من هذا المأزق الكبير الذي تمر به. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون أيضا معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف من العاصمة الهولندية أمستردام عبر سكايب. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي الكاظمي حدد موعد الانتخابات المبكرة في شهر حزيران عام 2021 إجراء انتخابات مبكرة. هذه الخطوة من قبل الكاظمي هل تقرأ على أنه الرجل أوفى بعهده وتعهده بإجراء انتخابات مبكرة بأسرع وقت، أم أن القضية، وطبعا خاصة هناك يعني المتظاهرين والرأي العام في العراق قابل هذه الخطوة الحقيقة بكثير من التشكيك ومن القنوط واليأس، لماذا لا ينظر لها على أنه الرجل أوفى بهذا التعهد؟ وكذلك أيضا شركاء والحكومة شكلت حكومة الكاظمي لكم هدف منها إجراء انتخابات مبكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني ليس تحديد الموعد هو ما مطلوب من هذه الوزارة، يعني ليس هو تحديد موعد مبكر أو غير مبكر هو ما مطلوب من الكاظمي. إذا كان هذا هو المطلوب من الكاظمي فيجب أن يوفر له البيئة والمناخ المناسبين لإطلاق هذا الموعد، أن توفر المناخ والأرضية المناسبة لهذا الموعد لكي تطلقه. طيب، طوال هذه الفترة الآن، يعني من تولي الكاظمي لحد الآن وبعد ما أعلن أنه الانتخابات المبكرة ستكون في حزيران، ما هي طبيعة النقاشات التي تدور في أوساط الأحزاب السياسية وقوى العملية السياسية كلها؟ كل النقاشات التي تدور عندما تراجعها، قانون الانتخابات ماذا حصل فيه وهناك كذا ودوائر وما أعرف منه، المفوضية الانتخابات كيف ستكتمل، الموعد هذا هل هو صحيح أم نمدده، البعض يقول أبكر واحد، وبالتالي مدخلين الناس هم يعتقدون أنه إدخال العراقيين في حومة هذه النقاشات الغير مجدية المضحكة المبكية في نفس الوقت من غير التطرق إلى القضية المهمة الأساسية لإجراء هذه الانتخابات. ما هي الغاية من إجراء الانتخابات؟ الغاية من إجراء الانتخابات أن تجرى في مناخ وأرضية جديدة، ليست الأرضية السابقة وليس المناخ السابق. هذا اللي طالبت به ثورة تشرين. من غير المعقول أن تطالب الآن أن تعمل القوى التي يرفضها الشعب، رفضها الشعب لأنها هي المسؤولة عن كل الخراب اللي حدث خلال 17 سنة. من غير المعقول الآن أن نعتقد أن هذه القوى التي يرفضها الشعب هي من تسوق قانون للانتخابات، وهي من تحدد الموعد، وهي من تحدد الأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات. هل يعقل أن هذه القوى التي يرفضها الشعب ستسوق قانونا وستصنع أجواء تطردها من السلطة؟ هي تعطي المفاتيح للشعب لكي يطردها من السلطة ويطردها قانونيا وربما بالقوة. هل يعقل هذا؟ هكذا قوى تتكالب على السلطة، تتصارع على السلطة وعلى المال، ولديها سلطة المال والسلاح، وتحكم الشعب بالحديد والنار. هل من المعقول أن تعطي للشعب هذه المفاتيح لكي يمسكها من رقبتها ويسحبها إلى المحاكم وإلى سوح المحاكم؟ هذه كذبة كبيرة. إذا كان البعض يعتقد أنه هذا الموضوع ممكن أن يمر مرور الكرام فهو واهم. هذا الشعب العراقي لا يمكن أن يقبل بهذه القضية، لأنه بأي ظروف أنت الآن السلاح منفلت، الميليشيات هي المسيطرة، المال السياسي هو المسيطر، هذه الأحزاب هي التي تمتلك المال وهي التي تمتلك القوة والسلاح، والأجواء هي الأجواء. وبالعكس الميليشيات من عام 2018 من آخر انتخابات لحد الآن سيطرة مباشرة وبشكل مباشر تحكم العراق الآن. فبالتالي أنت أمام هكذا أجواء،
وتريد أن تجري انتخابات حددها بعد 10 أشهر بعد. اسمح لي دكتور. نعم. إذا كنا نتحدث عن إجراء انتخابات وأنه هذه القوى السياسية الآن يعني مطلوب منها أو هي تريد أن تصوغ قانون الانتخابات، أن تشكل مفوضية انتخابات أكثر استقلالية، إذا كان الكلام أنه هذه الانتخابات تجري ضمن نفس هذا الإطار الديمقراطي بين قوسين في العراق، فهي هذه القوى جزء رئيسي، بل هي القوى الرئيسية في هذا النظام. أم نحن نتحدث عن انقلاب بالكامل لاجتثاث النظام بالكامل وإلقاء في سلة المهملات، ونتحدث عن نظام أو عملية ديمقراطية جديدة؟ الشعب طالب بإسقاط كل العملية السياسية. أنا أتحدث عن الشعب وأتحدث عن سلطة. الشعب ماذا كان خلال ثورة تشرين؟ لماذا واجهوا بالقتل والاعتقالات؟ لماذا؟ لأن الشعب طالب بإسقاط كل هذه العملية. الشعب ليس له ثقة بكل هذه القوى السياسية، ويتهمها بشكل واضح جدا بأنها هي من سببت كل المأساة التي يعيشها العراق منذ عام 2003 لحد الآن. هذا واقع الحال. فبالتالي لا يمكن للشعب أن يقبل بهذه القوى مرة أخرى لتعود وتدوير هذه النفايات مرة أخرى لكي تصوغ لنا انتخابات جديدة، لكي يعود ويجلسوا على الكراسي بوجوه أخرى وبدلات أخرى. هذه اللعبة لعبة واضحة لا يمكن القبول بها ولا يمكن تصديقها. ما حصل خلال كل هذه الفترة، يعني من عام 2003 لحد الآن 17 سنة، كشفت كل هذه القوى. الآن انكشف فسادها، انكشف تغولها، انكشف طائفيتها، انكشف ولائها للخارج، انكشف كل حتى فكرها الكسيح هذا، قدرتها على الحكم، غير قادرة على الحكم، غير قادرة على أن تصنع دولة، غير قادرة أن تصنع مؤسسات. هذه كلها، أنت الأمن مفقود، السلاح منفلت، نعم، الوضع الصحي منتهي، الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، البلد وحتى رئيس الوزراء يقول أن البلد مفلس، مستباح، لا سيادة لا استقلال. أنت تأتي وتتحدث لي عن انتخابات. المطلوب يعني نعطي مثالا بسيطا، أنت تريد أن تبني بيتا، يجب أن تهيئ الأرضية لبناء هذا البيت، يجب أن تعدل هذه الأرض، ترسم الخارطة، وبالتالي يعني تشق الأساسات وبعد ذلك تبني البيت. لكن أن تقول أنه نبني البيت في أرض متعرجة متموجة غير قابلة، أرض رملية، أرض متحررة، رمال متحركة، وتقول سنبني بها هذا البيت الكبير وبالأوهام، علينا أن نصدق هذا ونؤمن أن هذا البيت سيبنى. نعم. هذه هي الفكرة. إذن الانتخابات يعني على الرغم من كل المشهد المأساوي اللي في العراق، ما زالت قوى العملية السياسية تعتقد أن لا سبيل للإصلاح والتقويم إلا في إطار هذا النظام السياسي والعملية الديمقراطية والعملية الانتخابية. هي تريد أن تؤيس الشعب. نعم. بالبقى. دكتور حامد الصراف، مساء الخير أولا. أهلا وسهلا، نور عليكم جميعا. دكتور، على الرغم من كل هذا الحصاد الكبير اللي من 2003 إلى اليوم، وذكر جزء من عنده دكتور رافع الفلاحي، ما زالت قوى السلطة تعتقد أن الانتخابات وصناديق الاقتراع ونفس الآليات اللي جرت من 2003 إلى اليوم هي السبيل الوحيد والمتاح في العراق لعملية الإصلاح والتقويم وإرجاع المسار الديمقراطي بين قوسين إلى السكة. هذه المقاربة بعد 17 سنة ما زالت صالحة؟ ما زال لها آذان مصغية، آذان شعبية مصغية، خاصة مع ثورة تشرين العارمة؟ بالبداية شكرا جزيلا عزيزي أستاذ ماجد ولضيفك الكريم ولجمهوركم الكرام. أنا الحقيقة يعني بشكل بسيط سهل جدا، هو أنه الإجابة تكون من خلال الاستفتاء الشعبي الذي حدث منذ تبيان حقيقة هذه العملية السياسية المشوهة، يعني منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق عندما بدأت الاحتجاجات في ساحات الاعتصام من التحرير والحبوبي والبصرة وإلى آخره، وقبلها أيضا طبعا كانت هناك أيضا في الأنبار وغيرها كانت هناك احتجاجات حقيقية للتعبير عن مطالب شعبية، منها مطلبية خدمية وبطالة واقتصاد وسوء أحوال معيشية، ومنها كانت هي ضد النظام المحاصصة والفساد واستئثار الطبقة السياسية اللي فيها على الأقل
يعني معظمها انه او نصها نقدر نقول كانت تحت يعني تحتكم الى اجندات خارجيه، وبدات الامور تتضح شيئا فشيئا الى ان تغولت الميليشيات المهيمنه على السلطه، فصادرت كل ثروات ومراكز القوى في البلد بما فيها الحكومه ومجلس النواب. والان نعيش هذه الحاله انه هناك حكومه ميليشيات وهناك مجلس نواب يعبر تعبير واضح عن سلطه السلاح وليس عمليه ديمقراطيه بما يعني يدعي البعض منهم. لذلك انا جوابي هو انه لولا كان فعلا لو لم تكن هذه الحاله لما كانت ايضا ثوره تشرين المباركه اللي يعني قدمنا فيه خلالها مئات الشهداء وعشرات الالاف ان لم نقل مثلا 25 او 30 الف شهيد جريح ومعوق ومغيب احيانا، وهناك مختطفين ومغيبين وهناك نزوح وهناك مدن مدمره. لذلك انا يعني ايضا ما اطيل بهذا المجال، هذه العمليه لا يمكن ترميمها بادعاءات باطله من خلال انتخابات لا تختلف على الاطلاق بظروفها ومعطياتها ونتائجها مسبقا عن الانتخابات السابقه والتي سبقتها ايضا، هي انه الحفاظ على نظام المحاصصه المقيته، ابقاء دكتور على ذكر الاصلاح التوازن الجديد. اذا سمحت لي دكتور، دكتور حامد على ذكر عمليه تعذر الاصلاح، الإصلاح متعذر مستحيل للعملية السياسية أم أن أصحاب العملية السياسية ليس لديهم الرغبة بالإصلاح؟ لأن عملية الإصلاح معناها سلب لكل الامتيازات والمغانم التي تحصلوا عليها خلال 17 سنة. يتعذر الإصلاح مستحيل لو ليس هناك من إرادة سياسية. هو بالضبط هو هذه الكلمة الأخيرة المصطلح، هي الإرادة السياسية عزيزي أولا، ثانيا التقبل الآخر هل هو مستعد مثل ما تفضل الدكتور الفلاحي قال أنه هل مستعد الطرف الآخر أو أطراف العملية السياسية التنازل عما هيمنوا عليه خلال هذه 17 سنة من عمر العراق؟ هذه قضية جوهرية بالموضوع، هل عندهم رغبة بأن الشعب يعيش وضع طبيعي وهم ايضا يحاكمون بالمقابل؟ يعني انه تمسكهم بالسلطه ليس ايضا فقط من منطلق الحفاظ على الامتيازات التي ابتزت وهيمنوا عليها من خلال هذه العمليه المشوهه، وانما ايضا خوفا من عقاب الشعب لهم، يعني اسقاطهم معناها انه تكون هناك نهايه مريبه ومدويه يشهدها العالم كله، لان هناك يجب ان تكون هناك محاكم على القتل والسرقة وتدبير المجتمع، النسيج الاجتماعي دمر، المدن دمرت أيضا. يعني إحنا عندنا لا ننسى قضية الداعش وداعش والميليشيات، هذه كلها أفعال وردود أفعال. يجب أن تضع كل أمر بنصاب الحقيقي، كيف سقطت الموصل، سبايكر، المناطق التي هجر معظم سكانها، النازحين، التهجير القسري، ايضا القتل على الهويه، هاي الميليشيات شنو كان دورها؟ كل الميليشيات لا يستثنى احد منها. لذلك انا اللي تفضلت به هو صحيح، اراده، قرار سياسي، زائد هم ايضا امكانيه اقناعهم بالتنازل، هل هم مقتنعين بان يتنازلون يصلحون هذه العمليه؟ بالتاكيد لا، الجواب واضح، لو كان هناك فعلا رغبه بالاصلاح لمرت العملية بمنعطفات وادعوا بأن هناك إصلاح وتغيير بالانتخابات اللي أجريت سابقا من 2013، كان هناك ادعاءات من بعض الأطراف أنه هم أتوا لي في هذه الانتخابات لإجراء إصلاحات وتغيير، لكنه أثبتت أنه كذبة كبيرة. هذه كل حكومة أتت في العراق كانت تقول أنها قادمة لعملية الإصلاح وتجاوز الماضي. دكتور عبد الحميد العاني، بعد 17 سنة من الحصاد المر في العراق على كل المستويات، تعتقد أن الطبقة السياسية الآن، لأن الوضع جدا حرج وعلى يعني الآن على حافة الهاوية البلد وأهله، استوعبت الدرس وقد تكون اكتوت من التجربة، أيضا كانت مريرة هذه التجربة خلال 17 سنة، ولذلك يتوقع أن أدائها السياسي
سيكون مختلف في المرحلة القادمة بعد الانتخابات المبكرة أو بعد الانتخابات المستدامة بعد المبكرة؟ لأن الوضع ما عاد يحتمل، هناك انفجار كبير جدا في العراق وربما هناك انفجارات أخرى، لذلك هذه الطبقة قد تعيد حساباتها مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوف الكرام وجميع المشاهدين. بداية هذا الموضوع، موضوع الانتخابات المبكرة، هي خديعة أخرى من الألعاب التي تمارسها هذه الحكومات، حكومات الاحتلال منذ 2003 إلى الآن ضد الشعب العراقي، وهي لم تتعظ لا بدرس ماضي ولا بدرس حالي ولن تتعظ بدرس قادم، هي مصرة على هذا الطريق الذي مضت فيه بموافقتها على وتثبيت أركانه وعلى العملية السياسية التي فرضتها إدارة الاحتلال الأمريكي بالتوافق مع إيران، وهي كانت هذه الأحزاب نتكلم عنها كانت أدوات مهمة لتثبيت هذا المشروع. منذ 2003 إلى اليوم كل الذي جرى هو مجرد يعني أكاذيب يخرج علينا بها، على الشعب العراقي بها، أدوات هذا المشروع، أدوات هذه العملية السياسية على الشعب العراقي، مدعين أن هنالك إصلاح، أن هنالك شيء قادم. طبعا هذه الأكاذيب بالمناسبة وهذا الخداع لا يمارسه فقط الناطق الذي ينطق به، يعني السياسي الذي يخرج على الشعب العراقي ويمارس هذه السلطة تنفيذيا هنا، وإنما كل المنظومة نتكلم عنها، أي كل مؤيد لهذه العملية السياسية، سواء كان في داخل هذه المنظومة أو من محيطها المؤيد لها. هؤلاء رغم الذي جرى والذي يجري إلى اليوم لم نرى هنالك لا تراجعا ولا تغييرا ولا تصحيحا، رغم أنها ربما هذه الكلمات ترفع من قبلهم كشعارات يعتقدون أنها أن بهذه الشعارات سيقومون بخداع الشعب العراقي وإعطائه إبر مخدرة، نعم، وتجعله ينصرف عن هدفه وهو الحياة الجديدة. الشعب العراقي خاصة في ثورة تشرين هذه وضح وحدد الهدف واضح عنده، وهو نريد وطن، نريد عراق جديد. هذا العراق الجديد معناه أنه هذه المنظومة بجرمتها يجب أن تتغير. هذه القضية، قضية الانتخابات المبكرة وغير المبكرة، أكذوبة تكذب بها هذه الحكومة الحالية على الشعب العراقي. الغاية من هذه الأكذوبة تختلف عن الغاية التي يريدها الشعب العراقي. الشعب العراقي يريد إطار جديد، منظومة جديدة لا تؤمن للفاسدين هذا الفساد، نعم، ولا تؤمن للمجرم هذا الإجرام، بل تقدم للشعب العراقي حقوقه المنتهبة والمنتهكة والتي سلبت منذ 2003 إلى اليوم. الانفجار الذي ذكرته ربما هو قادم، وهو بالتأكيد قادم إن استمرت هذه الحكومات، لا نجد لهذه الحكومات أي اتعاظ أو أي سلوك حقيقي على الأرض ينبئ أو يشير على أن هنالك نوع من التغيير ولو بشكل قليل جدا. لماذا؟ لأن هذه الأدوات هي تعتقد وتؤمن إيمانا بأنه الحامي لهذه المشاريع، لهذا المشروع، إدارة الاحتلال الأمريكي وبالتعاون مع إيران، هي ستضمن لهم البقاء. ولذا يظنون أن تجاهلهم دكتور. أشكرك، هذا نقطة دكتور. أشكرك دكتور، واضح. تفضل. شكرا دكتور رافع الفلاحي. يعني هناك من يقول أن هذه الانتخابات المبكرة القادمة التي حدد موعدها الكاظمي الحقيقة هي محاولة لإنقاذ النظام، ليس إلا، لا علاقة لها بإنقاذ الوضع في العراق، لا علاقة لها بإنهاء هذا الوضع المزري المتردي في العراق، محاولة إنقاذ النظام. ويبدو أن هذه الانتخابات لن تنقذ لا النظام ولا العراق وشعبه إذا ما استمر هذا النظام. أستاذ ماجد، ربما يعني جاءت في ذهني يعني مثال بسيط ربما سيعبر عن كل هذه القضية. إذا اعتبرنا هذا الكأس والكأس اللي أمامك طريق ممتد والشعب يطالب بفتح هذا الطريق، الطريق هذا مغلق
لأنه بعصابات حيوانات سائبة يعني كل شيء بأشياء مخيفة، والشعب يطالب، الناس تطالب بفتح هذا الطريق، وتأتي الحكومة سين من الناس ويقول إنه هذا الطريق سيفتح يوم 10/6 القادم، وأنت تفكر يعني ما هي الإمكانيات؟ هذا الشخص لا يمتلك إمكانيات، لا يمتلك قوة ينزلها على الأرض حتى تحمي هذا الطريق وتزيل عنا العصابات وتنظف الطريق وتفتح الطريق، وليس لديه آليات ولا كل هذه. وفوق كل هذا وأول وأخيرا ليس لديه إرادة أساسا، يعني لا يمتلك إرادة لفتح هذا الطريق، لأن هذا الطريق هو الرجل أقر دكتور أنه ليس لديه، ليس بيده عصا سحرية لإصلاح وضع 17 سنة. إحنا نتحملون تراكمات الحكومة السابقة. طيب. ما هذا الطريق اللي نتحدث عنه لنعطي مثال هو من تراكمات 17 سنة هذه. نعم. والشعب الآن يريد يفتح هذا الطريق حتى يدخل في الشعب، وهو يقول أنا ما بيدي عصا سحري ولا عندي قدرات ولا قوة، وهذه الميليشيات كلها تقف ضده، وهو جزء من هذه الميليشيات، وهذا الطريق مغلق يرضي إلى ويبقي العملية السياسية كما هي. إذن القضية مثل ما قال أخي الدكتور عبد الحميد، لعبة ليس أكثر من لعبة، محاولة للعب على الناس، محاولة المطلوب يعني عندما تكلفت حكومة والشعب نادى بحكومة جديدة تحدد له انتخابات وتحدد له قانون، ليس اعتباطا، لم يقل هكذا فقط، وهذه لها شروط حتى تحدد موعد الانتخابات. أنت قبل الانتخابات يجب أن تهيئ الأرضية والمناخ المناسبين، يجب أن تزيل الميليشيات، يجب أن توقف الفساد، ما هذه مطالب الشعب؟ الميليشيات خلصونا من الميليشيات، أوقفوا الفساد، حاكموا المسؤولين، حاكموا القتلة، وبالتالي أنت تنظف الساحة كلها وتجري الانتخابات. نعم الانتخابات ستكون ليست نزيهة 100%، لكن ستكون بنسبة عالية جدا، مشاركة عالية جدا. أما أن تكلف القوى التي هي متهمة واللي هي ضليعة بتدمير العراق وتخريب كل الأجواء، ومتهمة بقتل الناس وسلبهم أموالهم وسلب العراق إرادته واستقلاله وسيادته ورهن كل شيء للخارج، تطالب هذه القوى في أن تعد لك قانون للانتخابات وتحدد لك الموعد وتشارك هي بالانتخابات وهي مرفوضة من الشعب، وتشارك بالانتخابات وهي لديها المال والقوة والسلطة والميليشيات والسلاح وقادرة أن تتحكم به، وتقول للشعب تعال شارك. وإذا ما رفض الشعب، لأن بدأ الحديث الآن ممانعة، رفض لهذه الانتخابات، عدم المشاركة. هو الحقيقة بدأت من انتخابات 2018. نعم. المقاطعة. 2018 المقاطعة. الآن الحديث عن المقاطعة قاطعوا. الآن هناك أصوات نشاز كثيرة. المقاطعة هذه ليست في صالح الشعب. لا ادخلوا هذه الانتخابات وغيروا. كيف يدخلون ويغيرون؟ أنت في صراع غير متوازن. أنت في صراع مع قتلة ومجرمين وقوة تدعمهم، قوة دولية وسلاح وأموال، وأنت في ساحة مكشوفة لهم. وهم من يتحكمون بالساحة والأجواء والأرضية كلها ملكهم، كيف يمكن أن تحقق النتيجة أمام هذه الوحوش الكاسرة؟ أنت تظاهرات بسيطة تخرج، يخرجون عليك الميليشيات يقتلوك وكذا ويدعون أنه طرف ثالث. نتوقف عند فاصل بس بدقيقة، راح نتجاوز على الفاصل. لماذا كل هذا الاستفزاز والاستنفار واستشعار الخطر من قضية المقاطعة؟ قوى العملية السياسية تصيبها بمقتل من قضية المقاطعة. ما هي تريد تقول إنه الشعب هذا ساهم، وهذا الوضع الجديد الذي سينشأ بعد هذه الانتخابات هو الوضع الذي اختاره الشعب. إذا ما قاطع الشعب، فإذا الشعب ما زال مقاطع والشعب لم ينتخب والثورة قادمة، فهم يريدون أن يقمعوا الثورة نهائيا وينهوا الثورة، ويقولون الشعب شارك وبالانتخابات لكن ما قدر يحقق، وبالتالي احنا انتصرنا بالديمقراطيه ولدينا الشرعيه الشعبيه. نعم. شرعيه الصناعه. اشكرك دكتور. اذا مشاهدي الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير من طاوله حوار، ثم نعود لاكمال النقاش مع ضيوفنا عن فرصه الانتخابات المبكره في انقاذ النظام المحاصصه الطائفيه. فابقوا معنا، عائدون.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في فرصة الانتخابات المبكرة في إنقاذ نظام المحاصصة الطائفية في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور حامد الصراف والدكتور عبد الحميد العالي. دكتور حامد الصراف في أمستردام، واضح أنه الأجواء الموجودة الآن هي نفسها مستمرة اللي أجريت فيها كل الانتخابات السابقة. هناك سيطرة للأحزاب الطائفية والميليشيات على القرار السياسي والأمني والعسكري، على القضاء على المال، على الإعلام، على حتى مفوضية الانتخابات المستقلة بين قوسين. طيب، إذا أنت أجريت الانتخابات المبكرة بنفس هذه الأجواء، كيف ستقنع الرأي العام في العراق بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي التي قاطع انتخابات عام 2018 بنسبة 84% كانت المقاطعة؟ كيف ستقنع الرأي العام بنتائج هذه الانتخابات؟ كيف ستقنع الرأي العام بدعم الحكومة والبرلمان المتمخض عن هذه الانتخابات؟ يعني هذه في حسابات قوى العمل السياسية أم لا تعيرها أي اهتمام ما دام عندها البندقية والكواتم؟ السؤال أي موجه عفوا؟ نعم دكتور حامد الصراف، أعيد لو سمعت. أنا ما سمعت المقدمة. على كل حال، لا خليني أعيد عليك دكتور حتى يكون السؤال واضح والجواب أوضح. يسمعني الدكتور صراف؟ أسمع. يبدو أن الأجواء التي أجريت فيها كل الانتخابات السابقة، التي طبعا كانت تشوبها التزوير وغيرها، نفسها الآن موجودة، وهو أن القرار في العراق السياسي والأمني والقضاء والمال والإعلام كل بيد الأحزاب الطائفية وميليشياتها. طيب، إذا أجريت الانتخابات المبكرة بنفس هذه الأجواء، كيف قوى العملية السياسية راح تقنع الرأي العام في العراق بالمشاركة في هذه الانتخابات، بالقبول بنتائجها، بدعم حكومتها، بدعم البرلمان؟ هذا في حسابات قوى العملية السياسية أم هذه حسابات ملقاة خلف ظهور هذه القوى؟ أضيف لك أنا نقطتين مهمين. نعم. بالأمس صرح المستشار للشؤون الانتخابية للسيد رئيس الوزراء، قال هناك شرطان أساسيان لإجراء الانتخابات. تمام. اللي هم أولا إجراء إحصاء سكاني اللي لم يجرى في العراق منذ 20 عاما. نعم. هاي نقطة مهمة جوهرية، هو طبعا تصريحه هذا، بالإضافة للنقاط المهمة اللي راح نتطرق إليها وتطرقوا الزملاء عندك في الاستوديو هو زيد. نعم. عبد الحميد. نعم. النقطة الثانية والجوهرية أيضا هي قضية التكاليف، تخصيصات المالية والطلب بتقليصها. طبعا الدكتور رئيس، إذا سمعت لي، على قضية التخصيصات، رئيس المفوضية الانتخابات السابق عادل اللامي يتحدث عن 300 مليون دولار لإجراء الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة. هذا اللي حبيت اقوله، هم حددوا بين 250 الى 300 مليون دولار. نعم. رادوا يخفضوها الان بالطلب للمستشار شؤون الانتخابات. نعم. البارحه قال يجب تخفيضها الى 60%. يعني هذه طبعا معناها هناك دواعي اقتصاديه ماليه، هناك مشاكل الميزانيه الان، يعني انخفاض اسعار النفط والمدخولات وازمه اقتصاديه حقيقيه الان يعيشها العراق، زائد ازمه الكورونا ايضا، هذه طبعا الازمه الصحيه. نعم. الظروف هذه لا يمكن ان تتشابه مع ظروف الانتخابات السابقه واللي سبقتها. الظروف الحاليه ظروف معقده، ظروف اكثر صعوبه بشكل واضح جدا، هم باعترافهم
لذلك إجراء العملية الانتخابية والتحضيرات والمفوضية. زائد أنا أضيف لك نقطتين مهمتين أيضا، هي قضية تشكيلة المفوضية المستقلة للانتخابات، أيضا عليها الآن أخذ ورد بالقضية المحاصصة، لأنه هي نفس التشكيلة إلى حد ما رمموها بطريقة أو بأخرى. النقطة الأخرى الجوهرية هي قضية القانون، قانون الأحزاب وقانون الانتخابات. قانون الأحزاب ما زال لحد الآن يحافظ على سلطة هذه الأحزاب اللي إلها ميليشيات مقاتلة قمعية تمس الأمن وتمس الظروف والأجواء والبيئة الانتخابية. لذلك هذه قضية الأحزاب يجب أن يبت بها، أنه لا يمكن مشاركة أي حزب يمتلك ميليشيات ويمتلك سلاح. هذه قضية واضحة جوهرية، هي المعايير الدولية بالانتخابات. والنقطة الأخرى هي قضية القانون الـ يعني احنا نسميه المفوضية اللي الخاصة بانتخابات الانتخابات وتقسيم الوحدات الانتخابية. يعني هم هناك لغط، هم صوتوا على القانون هذا في اعتقد ديسمبر السنة الماضية، يعني صار له تقريبا 7 أشهر، وهو ايضا الان موضوع خلافات شديدة. هل يتم تعديله مرة ثانية؟ لان هذا القانون لحد الان لم يصادق عليه رئيس الجمهورية ولم يبت به نهائيا، معناها ذلك هذا خاضع للتعديل. هذه الفترة اللي المتبقية هل تكفي لإجراء إحصاء سكاني؟ هل تكفي لتوفير المستلزمات المالية والفنية التقنية لإجراء الانتخابات؟ هل يمكن تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب بما يرضي الشعب وانتفاضة تشرين المباركة؟ هل ممكن أنه فعلا يقنعون الأمم المتحدة ويقنعون المنظمات الدولية اللي يراد منها أن تساهم أو تشرف بشكل مباشر على الانتخابات؟ هذه طبعا تساؤلات كبيرة عزيزي. الصعوبات وهذه نقطة، هذه نقطة مهمة دكتور، أشكرك. قضية ذكر الضمانات الدولية دكتور عبد الحميد العاني، يعني ما المانع أن تكون هناك ضمانات عربية أو دولية عندما تجرى انتخابات لضمان نزاهتها، شفافيتها، صدقيتها، حتى تكون يعني تعامل على محمل الجد والقبول من الرأي العام في العراق؟ ما الذي يمنع أن تكون هناك ضمانات خاصة مع التجربة 17 يعني سنة من التزوير والتزييف؟ نعم، يعني لا يمكن هنالك أي جهة تستطيع أن تعطي مثل هذا الضمان في ظل انفلات أمني في العراق، في ظل سيطرة للميليشيات وسلاحها على جميع أرجاء العراق بما فيها العاصمة بغداد. لا يمكن أي جهة أن تعطي هذا الضمان، وإذا أعطيت فهي مشاركة في خداع الشعب العراقي بتمضية هذه العملية السياسية واللعب والضحك على ذقون الشعب العراقي. الأسئلة التي طرحها أستاذ حامد الصراف أسئلة مهمة جدا، لأنها نقاط جوهرية يعني تشكك بل تفند هذه الأكذوبة وتفضحها، أكذوبة الانتخابات المبكرة. وأضيف إليها جملة ربما أو نقطة هنا مهمة جدا، وهي أنهم يريدون أن تكون هذه الانتخابات المبكرة بين قوسين في شهر 6 حزيران من العام القادم. طيب، في بالانتخابات الماضية كلها كان هنالك بعد إجراء الانتخابات إلى تشكيل الحكومة ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر تقريبا حتى تتشكل الحكومة الجديدة. إذا قلنا 6 أشهر معناها أنه أمام هذه الحكومة الجديدة على فرضية نجاح الانتخابات ونزاهتها وكل ذلك، معناها أنها ستكون لها 6 أشهر قادمة. هذا كله يكشف لنا أن المراد بهذا الأمر هو تلهية إلهاء الشعب العراقي وخداعه لغاية واحدة. الغاية هذه أن تستمر هذه العصابات في مناصبها وتحمي دكتور هذه نقطة السياسة. نقطة أشكرك. الغاية والهدف. هذا سؤال مهم جدا أنت أكرمتنا به دكتور رافع الفلاحي. إذا كان الرأي العام في العراق وصل إلى قناعة لا جدوى من المشاركة في الانتخابات، لا جدوى من السير مع هذا النظام السياسي اللي جرب من 17 سنة لحد الآن، وهناك أيضا تظاهرات تطالب بإلغاء هذا النظام واستئصاله بالكامل، والطبقة السياسية تعرف هذا الأمر، إذا لماذا الذهاب إلى انتخابات نتائجها معروفة سلفا، مرفوضة شعبيا،
بكلفة 300 مليون دولار، لماذا كلها؟ هل هذا عبث؟ هل هذا كما قال دكتور عبد الحميد عملية إلهاء إشغال للرأي العام؟ 300 مليون دولار. قبل هذا أريد يعني فقط أحرج على نقطة ربما كان الدكتور عبد الحميد قد تحدث بها عندما سألت عن يعني منظمات دولية وأطراف دولية عربية وإسلامية عربية. يعني هنا نتساءل من هي الجهة التي يمكن أن نزكيها جميعا أو يزكيها الشعب العراقي؟ هل الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة من 17 سنة وقبل 17 سنة شريكة فيما حصل للعراق وتدعم لحد الآن هذا النظام، وتدعم هذا النظام وهذا واضح. الجامعة العربية والجامعة العربية في سبات، ومنظمة التعاون الإسلامي وهذه كل هذه المنظمات. إذن هذه المنظمات لا يمكن التعويل عليها. والأمم المتحدة أولها لو كانت هي مو شريكة وتقبل أن تقول الحقيقة لما قبلت على هذا الوضع اللي يعيش المأساة اللي يعيش الشعب العراقي، ولما قبلت في حديث عن انتخابات وهي تعرف أن الظروف التي يعيشها العراق ظروف غير طبيعية وشاذة ولا يمكن إجراء الانتخابات بها، وهي تعرف طبيعة الانتخابات التي تجرى في العالم وما هي البيئة التي يجب أن توفر لأي انتخابات نزيهة، وما هي الأرضية التي يجب أن تهيئ وكيف يهيئ للانتخابات هذه، وكيف هذه الأحزاب إذا كانت مسلحة لا تشارك، هاي كلها تعرفها. وهي تعرف أن كل هذه الأحزاب وهذه القوى هي ميليشيات وعصابات وخطف وقتل وذبح، وهي مسؤولة عن فساد وخراب ودمار العراق. طيب كيف الأمم المتحدة يعني تدلو بدلوها وتقول سنساعد في إجراء هذه الانتخابات؟ إذن من البداية لا يمكن التعويل لا على الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية النائمة وفي سبات ويا ريت تظل نائمة، ولا أي منظمة. هذه كذبة كبيرة، ماكو طرف يمكن، ولا أن تأتي بالأمريكان مثلا تعتمد عليهم أو تعتمد على إيران مثلا. من هي الأطراف التي تعتمد عليها وتكون مزكة؟ هذه قضية. سؤال، لماذا ذهب إلى انتخابات معروفة مرفوضة شعبيا ولا يقبل بنتائجها؟ أولا مع هذه الكلفة هم يريدون، هذه رسالة للداخل والخارج، يريدون يوجهون رسالة للداخل أنه إحنا استجبنا لطلبات هذه الثورة التي، وهذه واحدة من طلباتها أنه يجري انتخابات مبكرة، سنجري الانتخابات المبكرة. ورسالة للخارج أنه سمعتم صوت المتظاهرين العراقيين هؤلاء ووقفتم معهم وكانوا يطالبون بانتخابات مبكرة ونحن بلد ديمقراطي، فلذلك نجري الانتخابات ونستجيب للشعب. بعد ذلك عندما يستخدمون خلالها وبعدها عندما تستخدم القسوة والذبح والقتل والتدمير وإعادة نفس الوجوه إلى الواجهة، سيقولون نحن نفذنا ما طلبه الشعب ونحن الآن نتمتع مثل ما حضرتك قبل قليل قلت الشرعية الشعبية. هذه مطلوبة، هي شرعيتهم شرعية الإنجاز، هم بالإنجاز صفر لا شرعية بالإنجاز، يريدون أن يعولوا الآن على هذه الشرعية. يقولون نحن الشعب شارك بالانتخابات وبالتالي فزنا بالديمقراطية وهذه هي الحياة الديمقراطية. بل يا دكتور ليس فقط عدم وجود شرعية منجز، هناك عملية تخريب لمنجز الدولة العراقية 90 سنة عمرها. هذا واقع الحال لكنهم لا يعترفون به، لكن على الأقل أنتم خربتوا نعم، بس تعالوا أوضحونا ما الذي بنيتموه طيب 17 سنة لم تبنوا شيئا. لا. فهذه الكارثة الكبيرة. بالتالي نحن أمام لعبة مكشوفة واضحة، لعبة لا يمكن قبولها. الشعب عندما يقاطع، المقاطعة ربما كانت رسالة واضحة في انتخابات 2018 وأدت إلى واحدة من نتائجها ثورة تشرين، هذه جزء من المقاطعة. الآن عندما يقاطع الشعب ستكون الثورة على الأبواب في اللحظة التي يقاطع بها الشعب. هذه لعبة هم يعتقدون أنها لعبة ستمر، وأن الكاظمي بهذه الأحاديث عن الديمقراطية. ودعني فقط أقول باختصار شيئا. دكتور نعم باختصار شديد، لا يمكن علاج هذه الأمور في العراق بهذه الطريقة العشوائية المعيبة. يعني مثلا أنا أرى مثلا خريجي الكليات الذين يقفون أمام وزارة الخارجية يطالبون بالوظائف، وزارة الخارجية لا تستجيب لهم وتدفع بقوات الشرطة تضربهم وتهينهم، يخرج الكاظمي يستعرض عضلاته ويتحدث معهم ويوعدهم بتعيينهم. هل هي أكثر من دولة؟ هناك أكثر من حكومة؟ أنت رئيس الوزراء، إن كان بإمكانية حكومتك هذه أن تعينهم فيجب أن توعز وزارة الخارجية أن تتعامل معهم بشكل طبيعي، ووزارات التي يقفون أمامها وتستوعبهم وتعينهم إذا كنت قادر. أما أن تمنعهم وزارة من الوزارات وأنت تخرج لتتحدث معهم،
هذه نفس اللعبة اللي يتحدثون بها، كل القوى متآمرة على الشعب من أجل انتخابات مبكرة، ويكمل بعضهم بعض في الأدوار. نعم، وهو يريد أن يضفي على هذا الشرعية والبطولات الغريبة عجيبة. دكتور عبد الحميد العاني، هناك من يتحدث أنه لابد لإنجاح الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، لابد من أن يكون هناك قانون للانتخابات، وأيضا مفوضية مستقلة للانتخابات جديدة، يعني إعادة تشكيلها على أسس مهنية وما إلى ذلك. السؤال، ما الذي يضمن أنه نفس هذه القوى السياسية المتشاركة والمتحاصصة التي شكلت المفوضية، مفوضية الانتخابات، وأجرت كل الانتخابات المزورة السابقة، أن تعيد نفس اللعبة، يعني تشكل مفوضية انتخابات وتصوغ قانون على مقاسها وهواها؟ ما الذي يضمن أن لا يتكرر الأمر نفسه؟ نعم، لا يوجد ضمان. بالعكس، غير منطقي أن يأتي هذا الظالم، هذا الفاسد، هذا الذي انتهك حقوق الشعب العراقي، أن يأتي بقوانين وبإطار وبمنظمة مفوضية جديدة تقوض هذه المناصب التي هي أمنت له هذه الثروة من السحت وهذه الانتهاكات. مثل ما ذكر الأستاذ حامد الصراف قبل في بداية حديثه، هؤلاء يحافظون على ماضيهم، يعني حتى لا يحاسبون على هذه الجرائم والانتهاكات الماضية، ويحافظون على مناصبهم الحاضر، على حاضرهم، ويحافظون على مستقبلهم، يريدون الاستمرار. لذلك المفوضية الجديدة، القانون الانتخابي الجديد، كله وإن ربما حاولوا إصلاح بعض جوانبه، إصلاح بمقصودهم هم، يعني فقط تجميل ليس إصلاح حقيقي، لأن كلمة الإصلاح الحقيقية لا توجد، لا وجود لها في ظل هذه العملية. إذن هم يضمنون استمراريتهم، استمرار العملية السياسية، استمرار هذه المنظومة بأكملها، ولا جدوى من ذلك. النتائج التي ستخرج بها هي ذات النتائج، ربما سيتغير وجه واحد أو وجهين، لكن في إطار هذه المنظومة بجملتها. إذن معناها لن يتحقق للشعب العراقي ما يصبو إليه من حياة كريمة، من ذهاب للفساد، من ذهاب للفاسدين، من حياة جديدة تضمن لهم استمرارية أو عودة الحياة الكريمة لهم. لذلك الهدف من هذه الانتخابات المبكرة هي تختلف عن الهدف الذي يصبو إليه الشعب العراقي، والذي رفعه المتظاهرون في ساحات تشرين وفي غيرها، أنهم يريدون وطناً، يريدون بلاد جديدة أو قانون جديد يؤمن لهم هذه الحياة الحرة والكريمة، ويحاسب هؤلاء على الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2003 إلى الآن، سواء كانت هذه الانتهاكات أو هذه الجرائم تتعلق بالمختطفين أو بالمغيبين، بالذين قتلوا، بالسجون المليئة بالناس الأبرياء، بمن هجر، بمن نزح أو أجبر على النزوح، وفضلا عن المليارات من أموال العراق، نعم، التي نهبت إلى أموال وجيوب هؤلاء وإلى جيوب وحسابات الدول الأجنبية الأخرى. دكتور حامد الصراف، يبدو الغالبية العظمى من المراقبين الموضوعيين في العراق ينظر بكثير من التشاؤم والسوداوية حيال الانتخابات المبكرة ونتائجها، وثمة يقين أن هذه الانتخابات لن تأتي بشيء جديد، لن تحدث أي تغيير في واقع العراق الحالي. يعني يبدو هناك نظرة سوداوية. هل تعتقد أن الفرص قتلت في العراق، قتلتها قوى العملية السياسية، وأن الحل في العراق أو حياة العراق هو باستئصال هذا النظام؟ بغير هذا نحن سائرون إلى مزيد من التردي والانحطاط. الحقيقة هو جرت انتخابات مبكرة أو استفتاء، نقول هذا، أو الشارع هو اللي قال عندما خرجوا شباب انتفاضة تشرين في 1 أكتوبر من السنة الماضية. هذا كان بمثابة تجسيد حي لاستفتاء وانتخابات مبكرة على كل النظام السياسي الفاسد وكل الطغمة الفاسدة المتسلطة على رقاب العراقيين. لا يوجد أبلغ من هذا التعبير الحقيقي عن أنه الشعب رافض لهذه الطبقة، وبالتالي قضية الترميمات والمحاولة البقاء
بإجراء انتخابات خارج إرادة الشعب العراقي وأيضا للإبقاء على تسلطهم. أنا أعتقد هذه هي المعضلة الكبرى اللي تواجه هذه الطبقة السياسية، وأيضا هو مبعث التشاؤم عند البعض من المحللين والمراقبين. وحتى احنا بالنسبة لنا، أنا الحقيقة ما متشائم بقدر ما أنا بالعكس أنا متفائل جدا بأنه هذه العملية والإصرار يعني المبكي المضحك من قبل هذه الطبقة سيجابه بردة فعل قوية جدا من قبل شباب انتفاضة تشرين، وتكلل الثورة بنجاح الحقيقة ونصر مؤزر. ليش؟ لأنه كل المقومات للتغيير الاجتماعي موجودة. بدون إرادة هذه الطبقة السياسية الفاسدة، هي تريد تجري انتخابات مزيفة، هذه كشفت اللعبة مثل ما تفضلوا ضيوفك أيضا سبقوني بهذا التعبير. لذلك أنا ما أستبعد أنه من الآن سوف تغلي هذه العملية. أشكرك. تغلي من جديد، وبالتالي أنا أعتقد التصعيد سوف يأتي بهذه الطبقة إلى النهاية المرجوة اللي ينتظرها الشعب العراقي رمضة. شكرا للدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، كان معنا من العاصمة الهولندية أمستردام عبر سكايب. كما نشكر ضيوفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وكان معنا عبر سكايب في حلقة الليلة من طاولة حوار عن فرصة الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها الكاظمي في شهر حزيران المقبل في إنقاذ النظام السياسي القائم في العراق. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، أشكركم وإلى اللقاء.